أولا الأصل أنه حد ما ينجم يمنع بشر من الظهور في الأماكن العامة لأنه حق طبيعي في القانون. ينجم قاضي التحقيق يمنع على شخص متهم عنده شبهة باش ما يظهرش في مكان عام معين، مثلا أنديلار، واحد يبيع في المخدرات قدام الليسي، يحطوه في حالة صراحة، يقولوا له مع المنع باش تظهر قدام الليسي هذاك احتياطات أمنية وباش ما يرجعش بالنفار السيديفي كيفما يقولوا. هذا ممكن في القانون. أما المنع من الظهور في الأماكن العامة، ما عندكش الحق تمشي للتلفزة، ما عندكش الحق تمشي في مظاهرة فلسطين، ما ثماش. وبالتالي ما نجمش نقول لك أنه هما عدد الناس اللي يقع منحهم من الظهور في الأماكن العامة اللي نعرفهم أنا 4 ولا 5. وبالتالي ما نجمش التغاضي، حتى لو كان قاعد تغاضي على إجراء غير قانوني، ما نجمش نستخلص منه نتائج سياسية. ما راش أن حضور سلعياش الهمامي باش نكونوا عمليين في المظاهرة اللي نظمها اتحاد الشغل وكأنه دلالة على انفراج سياسي، ما عنده حتى علاقة، حتى علاقة. وبالتالي ما نشوفش جوابا على سؤالك كون العدد القليل جدا من ممنوعين من الحضور في الأماكن العامة اللي هو قرار إجراء جائر غير قانوني أنه يتجاوزوه، هذا حقهم وواجبهم، أنه موقع ستبعهم، هذا ليس مؤشر على انفراج في الحياة السياسية. هذا شر. أولا فيما يخص وحدة الشعب التونسي حول القضية الفلسطينية، هذه مسألة منذ القدم، من قبل تتكون دولة إسرائيل كانوا العرب عامة والتوانسة من بينهم واقفين إلى جانب المقاومة الفلسطينية اللي بدأت في الثلاثينات، هي دولة إسرائيل في 48 كانوا متضامنين مع الشعب الفلسطيني. وأنا نعرف ناس مشوا على سقيهم الفلسطين عام 48 للمشاركة في حرب 48، توانسة على بكرة أبيهم مع فلسطين لأنه حق ويعني إخوة لهم، ناس يرتبطوا بهم بعديد من العلاقات التاريخية والروحية واللغوية والثقافية، معنا جسم واحد يتداعى لبعضه البعض بالسهر والحمى. وبالتالي ما يجري الآن هو من طبيعة الأشياء، ما فماش حاجة جديدة وحاجة مشرفة أن الجيل من الشباب، أنا مشيت وحضرت في شارع حبيب بورقيبة فوق 80%، بل يمكن فوق 90% الشباب في العشرينات من العمر، شعرت بالسعادة وتمنيت، معنا جاني الإطمئنان بأنه هذه القضية لقات حملة شبان باش يواصلوا المسيرة. كنا في فترة خفنا عليها حالة الهزيمة العربية وتفكك المجتمعات بعد 2011 في سوريا في ليبيا في مصر إلى آخره، الناس ولات لاهية بشؤونها المحلية وقضية فلسطين ما عادش محتلة البقعة اللي كانت عندها في الوعي متاع الشعوب. الأزمة متاع غزة هذه رجعت الأمور، عاد الدر إلى معدنه، رجعت الأمور إلى نصابها، وشخصيا أشعر بالإطمئنان. فهذا في جانب وحدة الأمة التونسية حول عدالة القضية الفلسطينية ومناصرة فلسطين. الآن هل هذا عنده تأثير على علاقة السلطة بالمعارضة؟ لا. ليش لا؟ لأن الخلاف بين السلطة والمعارضة مش حول قضية فلسطين، الخلاف هو حول الشرعية الدستورية. المعارضة تتهم وعن حق بالواقع قيس سعيد بأنه انقلب على الشرعية الدستورية، مزق الدستور اللي أقسم على احترامه ورعايته، داسوا بساقيه، عوضوا بدستور كتبه بنفسه لنفسه، حتى اللجنة اللي عملها باش تعاونوا طردها.
هدم المؤسسات الكل، ما عادش فما قضاء عنده ذاتية أو استقلالية، ليزي ما عادش عنده حتى استقلالية إلى آخره، وإلى جانب أزمة الديمقراطية اللي أحدثها سي قيس سعيد واللي هي أساس الاختلاف بينه وبين المعارضة، فما الوضعية الاجتماعية أن البلاد في أزمة مالية خانقة، المواطن قاعد يدفع في فاتورتها كل يوم بنقص المواد الأساسية والأدوية من الأسواق والتهاب الأسعار دون أفق للخروج من هذا النفق. هذا هو الخلاف، هذا الخلاف لم يتغير. كل ما في الأمر أن اليوم التوانسة قلوبهم وعقولهم وكلها في فلسطين، وبالتالي من الصعب أن تطرح المسائل الداخلية الآن مدام أزمة غزة مسيطرة على الوعي تاع الناس، وذاك هو اللي يهمهم. يقولك ساعة أن حب نشوف الفلسطينيين يكون عندهم حق الحياة قبل ما أنا ناخو الخبز ولا الفرينة. في الأولويات عند المواطن التونسي قلبه على خوه اللي مهدد في الوجود متاعه، فبالتالي هذا يأثر فيما يخص طرح الخلافات الداخلية، فهي مش مؤجلة وإنما تأخذ المرتبة الثانية بعد قضية فلسطين. هذا هو التأثير، ما فماش وحدة بين السلطة والمعارضة. والرئيس قيس سعيد من ميزاته الفضلة أنه ما حاجته بحد، ما يحكي مع حتى حد، حتى اللي أيده يقلقه ما يسمعوش وما يجتمعش به، فبالتالي لم يتغير شيء من هذا الجانب. والمعارضة معارضة والسلطة سلطة، وراو حالة صحية أن المجتمع يكون فيه سلطة ومعارضة، لأنه بدون ذلك معناها كنت أقول لك قبيلة مونتسكيو يقول أن الإنسان مجبول مجبول طبيعيا على الهيمنة حتى لين يلقى حاجة تحده توقف هاك الهيمنة متاعه. المعارضة مجعولة باش تحد من نزعة الهيمنة متاع السلطة، أي سلطة، سلطة قيس سعيد أو غير قيس سعيد. هو هدف الإضراب عن الطعام بشكل عام هو مش باش يستجدي عطف أو إنسانية السلطة، أي سلطة، في بريطانيا كانت الإيرلنديين يعملوا إضرابات حتى لين يموتوا، مش باش تاتشير ترحمهم أو تسخف عليهم، لا، هو موجه للرأي العام، الرأي العام الوطني والرأي العام الدولي. كل ضربات الجوع متاع الإيرلندي في عهد تاتشر أنا كتونسي إفريقي عربي كنت تهمني، الناس كل تهمها، فبالتالي إضراب الجوع هو مجعول لتحسيس الرأي العام وتعبئته إلى جانب المعتقلين والمضطهدين ضد الناس اللي اضطهدوا فيهم. من إلى كان هذا هو الهدف، وقلما أن إضراب جوع يحقق المطالب، لا، هي موجة وراء موجة. أنا شخصيا كنت في السجن عملت 78 يوم إضراب عن طعام، موجات، مرة 15 يوم، مرة 9 أيام، مرة كذا، موجات الدوام من كبر الخام. فإلا كان الهدف نتاع إضراب الجوع هو هذا، تحسيس الرأي العام، أنا أعتقد بأن إضراب الجوع اللي أطلقوا سي جوهر بن مبارك واللي ضامنوا فيه معاه بقية المساجين لقاء صدى في الداخل وفي الخارج، دام 15 يوم وحقق الهدف نتاعو. الظروف يعني بعد ما تحقق الهدف نتاعو والظروف الصحية نتاع سي جوهر مبارك بالذات إلى آخره، خلى المساجين والمحامين والقوى السياسية تترجاه باش يعلق هذا الإضراب، فاستجاب لذلك، وإحنا ترجيناه باش يعلق الإضراب لأن من ناحية التعبئة أصاب وأصبحت قضية محل نقاش في الخارج وفي الداخل واخذت الحظر نتاعها. وبالتالي إضراب الجوع مش بالنهاية بالضرورة ينتهي بوفاة المضرب، الإضرابات هي وسيلة من وسائل التحسيس والتعبئة، ودائما اللي يقوم بها والناس اللي ناصروا المضربين يقدروا إذا كان الهدف تحقق في المدى في المستوى المطلوب
يكتفيوا بذلك ويعاودوا إلى كان وهم مقررين باش يرجعوا الإضراب عن الطعام إلى كان ما يقعش قفلان هذا الملف الجائر. واسمحوا لي باش نقول لكم اللي أنا أحد الناس اللي واقع تتبع ضدي، ونأكد لكم وهذا وجي تولي علنية خاطر توا حتى تناولها في الإعلام، ولا السيد قاضي تحقيق عنده رأي يقول لك لا ما تحكيش في الإعلام، كيفاش ما نحكيش في الإعلام؟ أنت ما نحكيش على إجراءات التتبع، على أسرار التحقيق أوكي، أما الموضوع كقضية سياسية مش ممكن مش ما نحكيش فيها. وبالتالي نقول لك توا يجي الجلسة العلنية ما عندها وين تهرب، باش تجي والناس باش تكتشف أنه حل السرة تلقى خيط. كل ما فما هو نشاط شرعي قانوني لساسة توانسة تجمعهم فكرة المعارضة الشرعية المدنية السلمية، هذا هو المجرم، لا جريمة سوى ممارسة الحق في النشاط السياسي المعارض. وبالتالي هذه قضية ظالمة جائرة وطال زمن أو قصر، لابد باش قوسة ينغلق وتقعد ورقة في ملف الحياة السياسية التونسية. ما لو دامت لغيره ما آلت إليه، قداش وقع اضطهاد واستبداد في عهد الرئيس بورقيبة وانتهى 13 عام سجين في بلاده مستير إلى أن توفاه الله رحمه الله وغفر له، قداش عمل الرئيس بن علي وانتهى منفي في السعودية إلى أن توفاه الله بعد 8 سنوات. ما تدومش، ما يدوم، يعني الشيء اللي يدوم هو اللي يثبت على الحق على العدل. العدل أساس العمران وهو أساس الاستقرار، وهذاك اللي يبقى يذكر للناس. You